ودلوقتي طلعنا عجينة المفروكة من الفرن وهنفركها مع بعضنا اهي اهي. هي لازم تتفرك سخنة. لازم تتفرك سخنة عشان تبقى زي الكسكسي كده مبسبسة زي ما بنقول بالبلدي اهي. اتفركت اهي تكملها سخنة بس اهي يا جماعة عشان كده سموها مفروكة عشان بتتفرك. بتتفرك يعني جه اسم المفروكة من الايه من من الفرق زي ما انتم شايفين. كده اتفركت المفروكة. طب والحتت الحمراء الصغيرة دي بنسيبها دي اللي بتخلي المفروك ولا بنسيبها تقرمش كده في البق ولا دي اللي بتقرمش بقى اما اللبن بيتحط عليها سخن بتفك. لما تيجي تاكلها في البيت وتحط عليها اللبن سخن تيجي فكه بقى تبقى جميله طعمها جميل. بعد كده هترفعيها على النار وتقلبيها في بعد كده بقى برفعها على النار واقلبها واسويها اعملها بالسمنه والسكر واللبن. يعني دي اسهل اكله ممكن ست البيت تعملها مش محتاجه زي الاكلات التانيه مثلا تتعمل في حله بخار ولا اي حاجه. لا 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 دي بتستوى في الفرن وده صنف حلو ست البيت تسواها في البوتاجاز. والسكر والمكسرات والفانيليا وهحط لها اللبن دلوقتي في الطبق وهحطها وهتشوفوها دلوقتي. هاتي يا ولاد المكسرات يلا. اللبن فين؟ نزلناها طلعناها من على النار وحطينا لها سمنه وسكر ومكسرات ورشرشنا عليها اللبن كده اهيت وتاكلوا بقى بالهنا والشفا اكله جميله واكله شتويه جميله. عدلنا كده المكونات تاني بسرعه. عملناها بالدقيق الذره والميه والسمنه البلدي شويه وشويه سكر وشويه ملح وعجنتها بالميه وسويتها في الفرن عملتها بندوق صغير كده حلو زي ما شفتوا كده وفرقته وهو صافي وحطيتها على النار تاني وحطيت لها معلقه سمنه بلدي برده وسكر ومكسرات ولبن. يا جماعه شايفين المفروكه حلوه ازاي واكله سهله ورخيصه تقدر اي ست بيت تعملها لولادها واكله حلوه وجميله ونظيفه زي ما انتم شايفين المفروكه مع باللبن والمكسرات. بسم الله ما شاء الله. كان معاكم من الشرقيه ايمان مهنا. قدمنا ليكم اكله من الاكلات الشعبيه اللي بيحبها اهل محافظه الشرقيه وهي اكله المفروكه.